بقول لك يا صديق، انا خلاص كده صليت استخاره وصراحة كده يعني اتكلت على الله ونويت اتجوز. اتجوز مرة واحدة؟ ايوه. طب افرض يعني عمك مرضاش يديلك فلوس ولا حاجة، اللي هتتجوزها دي بقى ايه؟ هتقعدها في بير السلم في بيت نبوية؟ مفيش مشكلة، بدقت العسل حتى لو اتهريت قرص. ما هتسيبك يا بني ادم. مش مهم، هبقى اشتري معاها يومين كده ودخلت دنيا وعرفت اللي بيحصل وعرفت كل حاجة. ايه التفكير اللي انت بتفكره ده؟ معقولة في حد يفكر بالشكل ده؟ مش احسن ما ابقى زيك يا اخويا قاعد طول النهار بوزي بوزي الكتب؟ مالها الكتب يعني؟ مالهاش أي لازمة. الدنيا فيها حاجات أحلى من كده بكتير يا صديق. أنا ما أعرفش إيه اللي بتعمله في نفسك ده. أنت حالتك غريبة أوي، استنى أقف كده. إيه؟ آخد نفسي مش قادر. اللي قول لي بقى يا صديق، لما الواحد يروح يتجوز بقى كده ياخد معاه إيه وهو رايح لبيت مراته؟ يعني تاخد معاك يعني تفين جوافة كده ولا حاجة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ استنى. إيه؟ مش دي سليلة مرات سيدك عبد الهادي؟ إيه ده؟ معقولة؟ هي سليلة مرات سيدك عبد الهادي. وراحة فين دلوقتي؟ ده الفجر فاضله ساعة ويأذن. تكونش رايحة ناحية المقام؟ لا مش رايحة ناحية المقام، لازم أعرف ستي بتروح فين. حكيمها كل يوم بتنزل في الوقت ده بتروح نفس المشوار. خليك أنا يا صديق أو اسبقني أنت. ما تغيبش يا أبو المكارم. لا لا مش هتأخر، جاي على طول. ايه مالك يا ابو المكارم؟ لا مؤاخذه يا ست سليمه، لا مؤاخذه. استاذن انا، استاذن. تعالى استاذن. ماشي ورايا كل ده، مش تعرف انا بعمل ايه بدل ما اتعملت راقبني كده. بص العفو يعني ما اقصدش. مين دي؟ وليه غلبانه؟ باجي اساعدها واكلها واحميها، اهو بعمل ثواب بخلص بذنوبنا اللي في الدنيا. لا ربنا يخليكي للغلابه. لا هي فعلا شكلها ست طيبه قوي.